السلام عليكم الناس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. نتوما كتشاهدوا معايا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله على بركه الله. كما كتلاحظوا غنشارك معكم هذا الجنواز، هذا كيجي رائع بزاف بزاف. العيد الميلاد هكا، انا عندي كوموند ديال عيد الميلاد وغادي نشارك معكم. قلت ان شاء الله ما نشاركوش مع البنات حتى هما يستافدوا، و الا اللي عندها شي مناسبه تقدر ديرها غير هي تاخذ فكره. وهنا كما كتلاحظوا راني درتها وحده بالكاكاو وجوج درتهم بالفاني. وقبل ما نبدا معكم هذا الفيديو هذا، كنتمنى ان شاء الله ما تخلوش عليا بلي لايك ديالكم وتشتركوا عندي في القناه ديالي وتدعموني بلي لايك باش تشاف الفيديو اكثر، وتشتركوا في القناه وتبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء ان شاء الله. وما تنساونيش التعاليق الزوينه والنصائح ديالكم اللي كتفيدني بزاف. وكما كتلاحظوا هنايا بديت معكم هنايا ديال الفاني، هنايا للاسف الشديد مشى ليا المقطع، مشى ليا داك المقطع ديال مقادير كنت وزنتهم يعني حداكم. كما كتلاحظوا الميزان باقي محطوط، حطيت سحبت ليا التليفون راه يصور ولقيتو صافي عمر، ما بقاش يكمل التصوير. داك الفيديو اللي كنصور صافي مشى، راكو عارفين فاش كيعمر التليفون وانت كتصوري صافي ما كيبغيش يدخل لك داك الفيديو. وللاسف الشديد عاد وليت مسحت عاوتاني وكملت معاكم. قلت نشارك معاكم هاد الجينواز هاد اللي خدمت وطريقه التقطيع اللي غادي نقطعها. وهنايا كما كتلاحظوا المقادير راني خليتهم لكم في الشاشه، 200 غرام ديال الدقيق، 200 غرام ديال السنيده، ملعقه ديال الميكسو، 6 ديال البيضات، انزلطة فاني، وقبيصه ديال الملح اكيد ما تنساوهاش. بالنسبه ديال الكاكاو كانت نقص واحد المعلقه ديال الدقيق او جوج، وكنعوضوها بالكاكاو. بالنسبه اللي ما يلقاش الميكسو او داك الجيل ديال المحسن اللي ما يلقاش، يدير غير لافاغي الطريقه المعتاده عندنا، الطريقه البسيطه يعني الطريقه ديال المنازل اللي كندير في الدار. يعني ما كنديروش الزيت، كنديرو يعني غير البيض والسكر والدقيق والصلصه وفاني، صافي هادو هما باش غادي ديروا طريقه اخرى. هي كنسرح الجنواز ديالي حتى كنحصل على واحد السمك اللي يكون متساوي شويه.